كفاعلين جمعويين او فنانين ولا بالمنطقه انهم يجيو يتفيد باش نخرجوا ان شاء الله بشي نتائج اللي تعطي الاشعاع للضابطه بصفه عامه وعايش بصفه خاصه. ستين جنيدي فنان حروفي من مواليد مدينه الدار البيضاء. هذه واحد التجربه حروفيه جديده، تمزيج ما بين الخط العربي وبين اللون او ما يسمى بفن الحروفيات، اي تطويع الحرف في الصباغه في اللون. وكنعتقد بان التجربه هذه خدات مني واحد المده ديال 3 سنوات. تجربه بغيت نبرز من خلالها ثقافه ديال الخط العربي كفن كحضاره كتاريخ وامكانيه ديال الربط ديالها بالصباغه، اي تطويع الحرف في الصباغه وجعل الصباغه تحتضن هذا الحرف. ولهذا التجربه هي تمتح من هذه الخصوصيه هذه، بالاضافه لكون ان العمل هو عمل تركيبي فيه موسيقى فيه شعر وفيه اللون. ولهذا سميته بخلطه عشق، اي المزج ما بين الشعر كجنس ادبي فني والخط العربي والصباغه. التجربه انا سعيد جدا لان التجربه لقات واحد النجاح كبير، لقات اقبال، لقات اعجاب ديال الناس، ثم ربما تبعتوا هذه العمليه وشفتوها عن كتب. ولهذا فاعتقد ان المسار ديال فن الحروفيات وكفن كجنس فني جديد كنعتقد انه غياخذ واحد البعد من خلال هذا المعرض، غادي يجعلني نطور التجربه بشكل اعمق، نفكر في خلق مشاريع رؤى عمل جديده لاعاده النظر ربما في هذا الشيء اللي كان، والتفكير في ما ينبغي ان يكون عليه فن الحروفيات في المغرب، لان هذا فن باقي ما كاينش واحد الوحده او تصور موحد عليه. كل دوله، كل فنان، كل كذا كينظر ليه بشكل موحد بشكل مختلف. ولهذا فنعتقد ان الاشتغال بشكل اقوى على الفن ديال الحروفيات، على الخط العربي، على الصباغه، وعلى الشعر كجنس ادبي والموسيقى والاكتمال ديالهم، التوحد ديالهم، وجعلهم واحد الجنس فني موحد طبعا يتآزر ويتداخل، وطبعا بغايه او بهدف انه كيصب في الجماليات او في التعبيرات الجماليه اللي حنا كنبحثوا عليها وكنشدوها. اذا هذه خطوه أساسية نحو العطاء، نحو الاشتغال، ونحو بلورة تصورات جديدة لإعادة النظر في فن الحروفيات وإعطائه ما يستحق من العناية ومن الاهتمام طبعا سواء على الساحة الوطنية أو الساحة العربية. حضوري افتتاح معرض الصديق العزيز عز الدين الجنيدي، وحضوري لهذا العمل هو احتفاء بشخص فنان متعدد، فهو الشاعر والموسيقي والخطاط والفنان التشكيلي
ومن خلال لوحاته نستطيع أن نلمس النفحات الفنية الشعرية والموسيقية والخطية. لذلك بالنسبة لي دائما عز الدين يشكل ذلك الفنان الكبير الذي يفجر كل مواهبه عبر كل أدوات التعبير، من تعبير الكلام والكلمة الجميلة إلى تعبيرات اللون والخطوط إلى التلحينات الموسيقية. حتى القطعة الموسيقية التي كانت مصاحبة لهذا المعرض هي من تلحينه، كما أنه فوق هذا وذاك قارئ كبير ويستطيع أن ينشد أشعاره، ولذلك سمى هذا المعرض بمقامات حروفية. والمقامات كما نعرفها في التصوف هي درجات من الترقي والتعالي والتسامي، ولذلك حضورنا في معرضه يشعرنا بأننا نطوف معه في هذه المقامات، في هذه الترقيات، في هذا التسامي الكبير. شكرا لعز الدين. السلام عليكم. احنا اليوم في رحاب فضاء الفن التشكيلي بالمركب الثقافي عبد الله قنون، وذلك بدعوة كريمة من مدير هذا المركب والشاعر والكاتب الأستاذ جنيدي عز الدين، الذي تفضل بدعوتنا لحضور هذه كفعاليات جمعوية أولا، وكساكنة للمنطقة لحضور هذا المعرض الجميل بهذه اللوحات الجميلة الفنية. والمعرض يحمل اسم جميل كذلك، مقدمات حروفية خلطة عشق، وفعلا هناك عشق خلال هذه اللوحات التي نشاهدها اليوم. لوحات اختلطت فيها الألوان واختلط فيها الحرف، وأعطت يعني زخرفا وأعطت شكلا جميلا وفسيفساء لهذه القاعة التي ضمت من خيرة الفنانة والمثقفين وكذلك رئيس مجلس المقاطعة وبعض يعني المستشارين من المجلس الذين حضروا ودعموا بحضورهم وبدعمهم للفن وللفنانة بمنطقة عمالة مقاطعة عين الشق. ورابطة جمعوية بلادي جد سعيدة بحضور هذا الملتقى الفني والثقافي الرائع.